الديواني 12 جزء من الثاني تهاني نون ناموس. المركز الثالث وصل الشعار بالغافرية مع انطلاقة وحضور البارك 6:04 26 جزء من الثانية تهانينا والناموس لجمعة بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي. تهانينا والناموس للجميع. الرحمن الرحيم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم نجدد بكم اللقاء والترحيب في هذا الميدان من هنا من على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية وضمن هذه الانطلاقات انطلاقات وتحديات مهرجان المؤسس مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. انطلق شوطنا 17 الخاص بسن الابكار الحقايق من مسافة 4 كيلومترات. ابدا بداية مع مقدمة الاسماء لكي يتابع الحاضرة في هذه اللحظات المنطلقة والباحثة عن هذا الانتصار. الفلوجة هي الحاضرة، سعيد بن عبد المحسن بن براك الهاجري من يقدم لنا الفلوجة على المركز الاول. الدور دور المركز الثاني ليتابع القدوم والوصول في هذه الاثناء من قبل شواهين الحاضرة. سعيد بن ناصر بن محمد آل زبدان المري من يقدم لنا شواهين على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القدوم وأتابع الوصول من الأسماء التي حضرت من الأسماء التي انطلقت في هذه اللحظات. هنا بشة أحفيظ بن حمد بن عبد الله آل بعلص المري من يقدم لنا في هذه اللحظات. بشة على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع القدوم والحضور من الشعار الذي يبحث عن الهاتريك في هذا الصباح. يتقدم شعار، هنا ينطلق شعار بن برقان ويقدم لنا شعار ينطلق في هذه اللحظات. وكذلك الوصول والانطلاق من قبل الشعارات الحاضرة. يحضر شعار مخوف من الجانب الآخر. هكذا هي الأسماء، هكذا هي النتيجة. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الفلوجة وانطلاقها، الفلوجة وإقلاعها. سعيد سعيد من سعيد الحظ في هذا الشوط. سعيد بن عبد المحسن بن براك الهاجري من يقدم لنا الفلوجة على المركز الأول. المركز الثاني بشة، بشة هي الواصلة تتقدم بشعار احفيظ بن حمد بن عبد الله آل بعلص المري من يقدم لنا بشة. وكذلك القدوم من مشاكل هنا يتقدم حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي يقدم لنا مشاكل. ولكن الوصول من الجانب الآخر الواصلة والمنطلقة العزوم لمحمد بن جار الله بن ضرمان من يقدم لنا العزوم. وكذلك الحضور من قبل الأسماء الحاضرة. وصلت الأسماء، وصلت البويضة الد بن سالم النعيمي من يقدم لنا البويضة. ولكن العودة إلى الكيلو الأخير الكبير. انطلقت الفلوجة بشعار الهاجري بشعار سعيد سعيد سعيد. ولكن بن جبران يصل البطل في هذه اللحظات. يا روح ما بعدك روح. الأمتار الأخيرة وصلت وانطلقت في هذه اللحظات.
الحاضرة والمنطلق الظبي جابر بن سالم بن جبران الفلوجة والظبي الفلوجة والظبي الأمتار الأخير الأمتار النهائية بن سالمين بن سالمين بن سالمين لنتم سالمين منه ومن انطلاقاته يتقدم سالم بن حمد بن سالمين المري من يقدم الهبود الهبود مع الأمتار الأخيرة الفلوجة والهبود بن سالمين والهاجري الأمتار الأخيرة مطحنة الكبار لا 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 ولكن الانتصار والكلمة الأخيرة تبقى مع الفلوجة تهانينا تهانينا والف مبروك لسعيد بن عبد المحسن بن براك الهاجري على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني الهبود لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري من قدمت الأداء الممتاز المركز الثالث وصلت اللي هي البويضة للبادي بن راشد بن سالم النعيم المركز الرابع الظبي لجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري المركز الخامس وصلت جلمودة لعلي بن خميس بن محمد الخديري إذا تهانينا تهانينا والف مبروك لمالك الفلوجة سعيد بن عبد المحسن بن براك بن عويضه الهاجري من قدم لنا هذه البطلة التوقيت الزمني لحظة الوصول 6:48 جزءا من الثواني سلام يا الفلوجة سلام المركز الثاني وصلت الهبود لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة 6:52 جزءا من الثواني تهانينا والف مبروك المركز الثالث وصلت البويضة للبادي بن راشد بن سالم النعيمي 6:28 جزءا من الثواني شوطنا الثامن عشر ينطلق على حظ من الله.